مساءكم سعيد خوتي اخواتاتي. اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي دار ضجه في طوندونس ديال المغرب. شحال من احساس ومن دنيا عندنا في المغرب، قصه احساس ودنيا خاصها تتحول الى فيلم روائي طويل على شكل تيتانيك. والفيلم المصري حسن ونعيمة وقصة قيس وليلى وعنتر وعدلة. واش عندنا المشكل في قصة الحب ولا في الطريقة اللي كيتهان بها الإحساس؟ أجي هنا سير ليه قعد أجي نعم وي سي وما كيناش لا. اشنو واكل سيدنا احساس؟ يمكن واكل الحب ولا لا دنيا مولات العقل هي لعبه فيها دور البطوله. يمكن هي كيت وينسليت في الفيلم تيتانيك ولا شاكيرا مع بيكي. حنا غير في المغرب العياقه لاش الخبز وبراد. يمكن في المنظور ديالي تحول قصة الإحساس لفهم علاقات المغاربة بالحب. واش باقي الحب في زمن الماديات وفي زمن الطوندونس؟ العلاقة العاطفية هي الإحساس المتبادل ماشي تمثيل ماشي طوندونس. العلاقة العاطفية هي التفاهم ماشي أوامر ماشي تربية مطلقة لرغبات الإنسانة متسلطة. وقف هنا سير ليه. هناك نماذج كبيرة للشباب وشابات مغاربة عايشين قصص الحب بطريقة جميلة بعيدة عن البوز بعيدة عن التمثيل المصطنع بعيدة عن الفبركة. واسي إحساس واسي إحساس الرجولة ماشي خضوع التام ولا لا دنيا راه حب الإحساس ماشي تصريف ديال الأوامر. إمتى غادي يسالي هذا الفيلم؟ إلى اللقاء متجدد مع الشباب ولكل الشباب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم.